الشرفة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اليوم غادي ناكل واحد الشواية. غادي ناكل شواية في الزنقة. سمعتيو؟ راه داك النهار درت لكم الفيديو عند هذا السيد نيت، واليوم غادي نعاودها. فهمتيو؟ هانتوما الشواية. 260 الخل. سمعتيو؟ هانتوما السادة. السادة الحي. السادة الحي مرايا. شوف فيه وجهك. هادي وملي غادي يحطها ليا غنوريكم الشوايه محطوطه بالبصله ومطيشه، فهمتي؟ وشويه الحار يعني. ها توتالور هانتوما ها الاوميغا 3 كاين هنايا، كاين غا في وسط غا في الزنقه، بلا ما تمشي للفارماسيان تشريها وتاكلها. ها الاوميغا 3، ها الشليده الشعبيه، بصيله وميتيشه والحار، وها الخبز وها راه بالك، راه خليك ما بقات هضره دابا. الحوت السرديلي مشوي، اذا ما قلتيش سخون بلاش ناقص. يلا يومكم سعيد. الشرفه ساليت الكاسكروت ديالي، حيت انا مولف ما كنتغدى حتى الخمسة د العشية، هذا غير باش نهرس الجوع شي شوية. و 100% شحال فيكم من واحد تسائل علاش ما عندوش الحامض، كياكل سردين بلا حامض؟ راه سيادي، راه الحامض لحق ال 20 درهم وكثر كاع، وتمشي حتى هو حامض، داك الحامض الخضر ناشف راه لاحق 20 درهم. واش السيد كيبيع لك سميتو الشوايه ب 260 ريال ويزيدك الحامض اللي هو شاري ب 20 درهم؟ راه ماشي معقول. ولهذا درنا بناقص من الحامض اليوم. هادشي علاش؟ راه الجفاف راه هلك البلاد، الجفاف ما بقيناش كنشوف شحال من حاجه ما بقاتش كطور. اصدقاء يومكم سعيد، الى اللقاء.